نناقش موضوع التقارير المقدمة من قبل لجنة المتابعة، وهي ثلاث تقارير أساسية: تقرير اللجنة الإدارية، تقرير اللجنة الاقتصادية، وتقرير اللجنة الأمنية، بالإضافة إلى تقرير الإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا. بعد ذلك يتم تقييم هذه التقارير ومناقشتها حول المواضيع عديدة. ما هي الأمور التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية؟ ما هي الأمور التي لم تنفذ سواء بأسباب وجود تحديات أو وجود صعوبات في تنفيذها؟ من الجهات التي تعرقل تنفيذ هذه طبعا المقررات؟ هذه الأمور كلها تمت مناقشتها في اجتماع اليوم، إضافة إلى مناقشة أو تقييم الوضع السياسي والأمني بشكل عام في شمال وشرق سوريا. طبعا الاجتماعات سوف تكون مستمرة، وهذه اللجنة طبعا هي لجنة منبثقة من مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات، وبالتالي هي لجنة متابعة، وهي طبعا تساعد الإدارة الذاتية في عملها من خلال تسليط الضوء على الأخطاء والنواقص الموجودة سواء في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في جميع طبعا الإدارات الذاتية والمدنية، وبالتالي الإدارة تتابع هذه التقارير وتقوم بمتابعة آلية عملها وتنفيذها في طبعا كل مقرر حسب أولويات التي يجب تنفيذها والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذها. إلى الآن جميع مقررات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات بدأت بتنفيذها من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولكن المدة المحددة كإطار زمني مدة عام لا تكفي لتنفيذ هذه المقررات بشكل نهائي. لذلك سوف نستمر في عملنا وعمل اللجنة المتابعة حتى نستطيع مع الإدارة الذاتية لتنفيذ جميع المقررات. جميع المقررات في مرحلة التنفيذ، ولكن في مثلا موضوع مكافحة الفساد، موضوع مكافحة التهريب، موضوع الأمني، هناك تطورات في هذه الجوانب، موضوع التربية والتعليم في تطور. في بعض المواضيع الأخرى طبعا في تحديات، مثل موضوع الزراعة، موضوع الاقتصاد، هناك تحديات، يعني تحديات داخلية، تحديات خارجية، ممكن هناك صعوبات، يعني لا نلامس التقدم في هذا الجانب لأنه هناك فورا تحديات موجودة. ولكن بشكل عام يعني نسبة تنفيذ هذه المقررات يحتاج إلى وقت أكثر حتى نصل إلى النتيجة المرجوة منها.